أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في البورصة العقارية، نستهلها بالأخبار. طالب مجلس الشورى في قرار أصدره خلال جلسته العادية 12 من أعمال العام الثاني للدورة الثامنة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دراسة إعفاء هبات العقار بين الإخوة والأخوات من ضريبة التصرفات العقارية. شكل العاملون الأجانب في الأنشطة العقارية نحو 64.14% من إجمالي الوظائف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ووصل إجمالي الوظائف في القطاع أكثر من 38 ألف موظف وموظفة من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبلغ عدد العاملين الوافدين نحو 24553 أجنبياً، وذلك مقابل 13581 موظفاً سعودياً مشكلين نحو 35.16%. انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي ب 31.14% مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق ب 7.16%. من خلال المؤشر العقاري لوزارة العدل نسلط الضوء على أحد أحياء الرياض التي تشهد حركاً عقارياً وعمرانياً خلال السنة الحالية، وهو حي العارض شمال مدينة الرياض. نبدأها بالربع الأول من العام الجاري، حيث سجل 62 صفقة عقارية في الأراضي السكنية تجاوزت قيمتها 82 مليون ريال بمتوسط سعر المتر المربع 4258 ريال. وفي الربع الثاني من نفس العام قفز الحي بعدد الصفقات العقارية ليسجل 156 صفقة في الأراضي السكنية إجمالي قيمتها تجاوز 190 مليون ريال، فيما كان سعر المتر المربع 4034 ريال. وفي الربع الثالث من نفس العام شهد الحي تراجعاً طفيفاً في عدد الصفقات العقارية عن الربع السابق ب 117 صفقة في الأراضي السكنية، بلغ إجماليها 101 مليون ريال، وكان متوسط سعر المتر المربع 3908 ريال. نهاية حلقتنا لليوم، في أمان الله.